التجربة التونسية منذ اللي طاح بابن علي تتقدم نحو بناء نظام ديمقراطي حديث يبنى على احترام حقوق الإنسان، احترام الحريات العامة والخاصة، والتداول على السلطة والتعددية السياسية ودور وسلطة القانون. ونحن بنينا الدستور وهو دستور تقدمي، وبنينا أيضا مؤسسات، أجرينا عدة انتخابات، وانتخابات كلها كانت نزيهة بشهادة الجميع. وأيضا نحن بصدد استكمال المؤسسات الديمقراطية، انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء، وعندنا مؤسسة منتخبة للإعلام تراقب تطبيق معايير الإعلام، وعندنا مؤسسة لإجراء الانتخابات، مؤسسة منتخبة أيضا. ونحن نتقدم نحو بناء محكمة دستورية، ونتقدم في نهاية هذه السنة لانتخابات لإنتاج السلطة المحلية، البلديات والحكم المحلي بما يوزع السلطة على أوسع نطاق. نحن اخترنا النظام البرلماني، والنظام وبصدد إرساء المؤسسات المحلية السلطة المحلية، وبالتالي نستكمل التجربة الجانب السياسي من أهداف ثورتنا. أما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فأيضا هو الآن محل اهتمام ومحل تركيز، باعتبار أننا لم نحقق إنجازات كبيرة في الميدان الاقتصادي والسياسي. نحن ورثنا نظاما مخربا، ونحن بصدد إعادة بصدد بناء تجربة تنموية توفر الشغل لمئات الآلاف من العاطلين، وتوفر الحماية لنظامنا الديمقراطي. نحن تخلينا عن هذا المصطلح باعتباره ليس مصطلحا ملزما إسلاميا، وتخلينا عنه حتى نتخذ مسافة بيننا وبين الفهوم المتطرفة للإسلام والجماعات الإرهابية. فنحن وأردنا أن نؤكد بدل ذلك، بدل هذا المصطلح الغامض والغائم والمتناقض، أردنا أن نركز على الديمقراطية، أننا مسلمون ديمقراطيون، لنميز أنفسنا عمن ينتسبون للفهوم الإسلامية المتطرفة والعنيفة. الإرهاب في العالم العربي هو منتوج للديكتاتوريات، ديكتاتورية صدام وديكتاتورية بشار وديكتاتورية مبارك وبن علي والقذافي وأمثالهم. هؤلاء هم الذين وفروا المناخات التي أنتجت وأفرزت هذه الجماعات المتوحشة. كل نظام يفرز في الغالب معارضة من نوعه، فالديكتاتورية أنتجت الإرهاب. ولذلك إذا أردنا أن لا يعود الإرهاب إلى وطننا، ينبغي أن نقطع نهائيا مع الديكتاتوريات. تونس بسبب غياب المؤسسات الدينية، دولة الاستقلال قضت على جامع الزيتونة وترك ذلك فراغا. هذا الفراغ ملأته الأفهام المتطرفة، وأنتج وأيضا أوضاع التهميش الاجتماعي. فمعظم هؤلاء منتوج المناطق التي لم تنل حظها من التنمية. ولذلك الإرهاب هو ظاهرة معقدة تتدخل في عوامل كثيرة، ينبغي أن نحاربها بحرب شاملة فيها الأمن لا شك، تطبيق القانون، وفيها الديمقراطية، وفيها التنمية، وفيها تقديم الفهم الصحيح للإسلام عبر المؤسسات الدينية. أردت أن أقول أن تجربة النهضة يعني تجربة متميزة بسبب المنهج الذي سلكته، وتجربة ضمن تجربة تونس المتقدمة في التحول الديمقراطي. نحن اعتمدنا مبدأ الاحتواء والاندماج أو عدم الإقصاء لأي طرف من الأطراف، لم نعتمد مبدأ الثأر مع الذين انتموا إلى النظام القديم، وإنما اعتمدنا مبدأ أن الشعب هو الذي يختار،
وينبغي أن يعطوا فرصة ليقول الشعب فيهم كلمتهم. ولذلك تجربة تونس اعتمدت التوافق وليست الصراع بين يمين ويسار واسلاميين وعلمانيين، وهذا جنبنا التصادم. ومع ذلك تظل هذه التجربة مهددة بانتشار البطالة وانتشار قدر من الفساد، ولذلك نحتاج إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية دعما لهذه التجربة الديمقراطية المتميزة التي نجاحها نجاح ليس لتونس وإنما نجاح للمنطقة وللعالم.